ليش؟ ليش؟ السلام عليكم متابعي الجريدة كستو 30 على المباشر. كيف ما كتشاهدوا معنا واحد السيد اللي عنده واحد الحالة اللي هي حالة يرثى لها. السلام عليكم. السلام عليكم. تقدر تحكي لنا اخويا شنو عندك تما كاينه؟ شنو كد الشهادة اللي عندك؟ شنو هاد الحديد اللي عندك في رجليك هنايا؟ انا كنت عندي الوالدة خدام عليها، طلع لي هذا المشكل دابا طايح. ولات الوالدة اللي خدام عليا ضربتها، انا مسكينة ما عندنا والو، ما فحالنا ما والو. والدة هي اللي عندنا مسكين، ها هي اللي مضاربة لي تمارة. دابا نطلبها من الله، نطلبها من المحسنين يعاونوني. نعم. شي ما كان. بغيت نعاود العملية، راه دابا راه دابا مابغاش كاع يعاودوا لي العملية، تمشي لعندهم تيروا لي رجلهم. دابا راه باغي غير نهار اثنين ان شاء الله، اثنين الجاي ان شاء الله غنمشي نعاود العملية. شحال تقريبا تطلبات ديال هاد العملية هادي ديال هاد الرجل هادي؟ شنو هاد الحديد عندك هنايا وهاد الشيء؟ عرفت شحال طالب لي باش ندير العملية، باقا عاد رجع لهادو باش ما يديرو معايا العملية. ودابا نطلبها من الله يعاونني المحسنين هادشي ما كان. وسبق ليك مريتي وقلا ودرتي شي عملية أخرى قبل هادي؟ درت جوج عمليات، العملية الأولى درتها وعاودت العملية الثانية، ما صدقاتليش العملية الأولى وعاودت العملية الثانية. وحنا كما كنشوفوا دابا حنا هاد الحالة اللي عندكم يعني حالة يرثى لها، حالة ضعيفة وهادشي هذا. يعني مين كتجيكم هاد يعني كنت خدامة على الوالدة، وانت عارف انا والوالدة اللي عايش في هاد الدار هادي، كنت خدام معاها، خدام تنعاون الوالدة. دابا ملي وقع لي هاد المشكل ولدها الوالدة مسكينة هي اللي تجيبني من ناكل، هي اللي معيشاني دابا. نعم. شي ما كان لي دابا اللي راه معايا الوالدة. واش دابا انت عندك هاد العملية الثانية اللي اثنين الاخرى. مشاهدي الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، ان هاد السيد اللي عنده هاد الحالة، لانه مر واحد دار واحد لاكسيدون، وكتب عليه الله. نعم. هاد لوكوكس عاطينا مع المحسنين، هما اللي عاطينا ليا باش نعاونو اللي كاع ما لقيت لوكوكس مرة الأولى. هادشي اللي تنطلب منكم، نطلبها من الله تعاونوني، الله يرحم لكم الوالدين. انا نتوكل فيكم وفي الله. نعم. رانا خدام على هاد الدري، ورانا مغلوبه، ورانا عامره هجاله وما عديش. انا مزاوقه فيكم عاونوني لله في سبيل الله. انا مزاوقه فيكم، ورا ما عديش اليمنى اليسرى. هاد الطفل قهرني وتهرس ليا، رانا تنسعى ونسعاكم اخوتي، وتنسعاكم في باب الله. يا ربي تعاونوني يا ربي، وتحضروا معايا البركه مع هاد الطفل. يا ربي يا ربي، انا مزاوقه فيكم، رانا ما عديش اللي من اليسرى، ما عديش عمره هجاله وما عديش. ما تنخدم ما تنطم، ورانا عيانه، وهاد الطفل تهرس ليا اللي كنت معوله عليه يخدم عليا ويوكلني خبي طرف تاع الخبز. ما عديش عدي على الله سبحانه هو. انا مزوقه فيكم اخوتي اللي معاونوني. شنو كديري دابا انت الخدمه ديالك؟ شنو كديري؟ تنخدم تنصب عند الناس، تندور في فيلاج تعطيوني الناس خوتي المسلمين، وصافي هادشي اللي كاين. ما عديش وما عديش اللي من اليسرى. انا مزوقه فيكم اخوتي، عاونوني على هالطبل. وكيفاش حتى درتوا له العمليه الاولى؟ درت له العمليه، سعيت وطلبت وما خليت، ما درت على هالطبل. انا مزوقه فيكم تعاونوني عليه، انا مزاوقه فيكم اخوتي. ودابا طالبوا له شي عمليه واحده اخرى؟ راه طالبين له عمليه اخرى. وما لقيت باش نديرها له. انا مزاوقه فيكم تعاونوني وتكونوا معايا وتوقفوا معايا. انا مزاوقه توقفوا معايا. ما عديش اللي من اليسرى، عدي على سيدي ربي. انا مزاوقه فيكم اخوتي، عاونوني على هالطفل. انا عمره هجاله وما عديش، عدي على من اليسرى. كيف ما كتشاهدوا معنا المتتبعين على الجريده كستو 30 على المباشر، ان هذه واحد الحاله اللي حاله يعني يرثى لها. وهاد الشاب يعني مازال صغير، مازال في الطموح ديالو، هو اللي عند الام ديالو. كيف ما كتتابعوا معنا مشاهدي الكرام، احنا على المباشر اللي يقدر يتعاون مع هاد الشاب هذا، انه عنده واحد العمليه اخرى دابا باش خصو يديرها. انتم كيف ما كتشاهدوا نتمنوا من جميع المشاهدين الكرام يبارطاجيو هذا اللايف هذا، وفعلا صراحه
هذا الشيء كيتالم يعني حتى السكن ديالهم حتى يعني المعيشه اللي كيعيشوا حاله يرثى لها. تقدر تقول لنا رقم الهاتف ديالك عاودو؟ 06 47 51 نعم 51 16 49. 16 49 كما شاهدتوا معنا متتابعي الكرام على الجريدة كستوتلاتين المباشر، وبالنسبة لهذا الدواء هذا اللي شلنا واحد الكمية كبيرة ديال هاد الأدوية هذه، يعني حتى هي استطاعوا أنهم محسنين يتعاونوا معاكم فيها. يرحمنا الوالدين. نعم. تعاونوا معنا المحسنين، الله يسهل عليكم، الله يرحم لكم الوالدين. هادشي ما موقعوش، كنت موقع هادشي كاع ما نلحق لهادشي هذا، راه ما عندي الوالد، كون عندي أخويا واحد آخر أنا ما كاع ما نلحق لهادشي هذا. ولكن عندي الوالدة هي الخدام عليها، وأنا وقعت في هاد المشكل هذا.